يعود محمد القبيسي على مباراة الميدالية البرونزية بعد أن خسر مباراة نصف النهائي. فايت. نقطتان لمحمد. محمد القبيسي على الميدالية البرونزية للحزام الأسود للرجال. محاولة للسويب من ناشمنتو. نقطتان، لكن محمد يضع نفسه إلى وضعية الهاف جارد في محاولة منه للدحرج الجانبية والحصول على النقطتين. لم يتدحرج محمد، جميلة جدا لمحمد. ستوب. حكم يوقف النزال، يطلب من اللاعبين تعديل البدلة. Five.
هاي محاولة محمد الإسقاط جميلة جدا لمحمد. هذه هنا المحاولة ينهض محمد نقطتان ويوسع الفارق مباراة على الميدالية البرونزية للحزام الأسود وزن تحت 77 كيلو جرام. خمسة وثلاثين ثانية. وبذلك يفوز محمد بالميدالية البرونزية. Please.